مرحبا يا جماعة، معكم مروان مستشار في شركة ستيل هونداي هالفاكس. حابب أفرجيكم السيارة اللي خلفي هون، ل 2022 سانتا في أسنشل. تابعونا. قبل ما نشوف السيارة من الداخل وأعطيكم المواصفات الداخلية، حابب أفرجيكم أول شيء من برا، من خارج السيارة. هيك لقطة سريعة. طبعا أبدعوا هونداي بالديزاين هذا كتير، وهلا حابب افرجيكم احكيكم شوي المواصفات الخارجيه. تابعوا. مش لما الواحد يشتري اس يو في او جيب هم سؤالين، هل هي فيها مساحه كبيره من الداخل وهل هي مريحه. طبعا هذه السانتا في 2022 كثير مريحه وفيها طبعا مساحه كبيره اذا عندك اغراض كثيره. فحابب افرجيكم من الخلف، تحط ايدك هون، تكبس فيه كبسه، تفتح لك اياها. طبعا مساحه كثير كبيره، واذا هذا مش كافيك تروح على الكرسي الخلفي. طبعا اسحب هذا الكبسه من هون حينزل لك، واذا حابب تنزل هذاك الكرسي كمان برضو بينزل زي ما انتم شايفين. طبعا السيارة بتيجي مع 18 انش، العجل بيجي معها في كل فصول الاربعة زي ما انتم شايفين، والكرسي الخلفي كثير مريح. انا برجيكم كثير مريحة وعندك يعني مساحة كثير كبيرة قدامك اذا في سفر اي شيء زي هيك، كثير مريحة للسفر. نفس الشيء طبعا الكرسي السائق وغير السائق اللي جنب السائق نفس الاشي. تمام، بعد ما فرجيتكم شوي مواصفات عن الخارج خليكم معنا حفرجيكم مواصفات داخلية. يا جماعة بعد ما فرجيتكم شكل المواصفات الخارجية حاب افرجيكم المواصفات الداخلية والشكل الداخلي. هنشغلكم السيارة، طبعا عندكم المفتاح هون، تكبس هذه الكبسة هون، هيك بتشتغل السيارة. وإذا لاحظتوا محور قيادة فيه كبسات، حفرجيكم إيش الكبسات هاي بتسوي طبعا، إيش شغلها بالسيارة. وعندكم اللي هو الـ 8 inch touch screen طبعا، متوافق مع أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حفرجيكم برضو هذا بعدين بالفيديو. طبعا عندكم هذه الكبسة اللي على المحور القيادة إذا بتكبس عليها، اللي هي كبسة القائمة طبعا، بتكبس عليها من هون بيطلع لك درايفر اسيستنت اللي هو مساعدة القيادة، يعني بتساعدك تعطيك اوبشنات زي انه تحذرك انه للوقت، تحذرك انه اذا في سيارة قدامك اشي زي هيك. بعدين لما اذا بنرجع لورا بتروح مثلا عند الابواب، في عندك اذا حابب تسكر الابواب اوتوماتيك او تفتح اوتوماتيك، او حابب مثلا زي ما انا زي ما انتم شايفين هون حاطط اللي هو الهورن فيدباك، يعني اذا تغادر السيارة وبتسكر لها بالمفتاح حتزمر تحكي لك انه كل اشي تمام، سيارة مغلقة، وبتروحوا مثلا على البيت. وعندكم هذه الكبسة هون اللي هي بتحافظ على انه تخليك بمسارك، يعني اذا انحرفت السيارة يمين او شمال المحور القيادة حيحكي لك هي هو حيلف انه عشان تخليك قدام عشان ما يصير حادث او اشي زي هيك. وعندكم طبعا الصوت وتعليه من هون، توطيه من هون. طبعا في عندك المكيف تكييف هون، هذا طبعا سرعة المروحة هشغلكم اياه، وهذه طبعا ايش بتقيس لك الحرارة اللي بدك اياها او البرودة. وعندكم هون الجير، طبعا هو كبسة صارت. في عندكم هون عشان تسوق، تسكت هون لما بتكون توافق السيارة طبعا زي ما انتم شايفين. وعندكم هذا الاوبشن كثير حلو اللي هو بتخلي محور القياده بتحمي لك اياها عشان اذا بتصير برد في كندا طبعا ما ايديك بضلهم طبعا ايش دافين. وعندكم هون في الاوبشن طبعا في عندكم ثلاث ليفلات لهذا الاوبشن، اللي هو بتحمي لك المقعد السائق والمقعد للغير السائق. تكبس اول مره بيطلع لك ليفل 3 طبعا، بعدين بتنزل 2 1 بعدين تسكر لك السيارة.
اللي تسكر لك التدفئة. وعندك هون طبعا كل سيارات الـ 2022 سانتا في كلهم طبعا دفع رباعي. فعندك الاوبشنات الدرايف مود هو بسموها، اللي هي الاوبشنات اللي انت بدك اياها، كيف السيارة حابت انه محركها يسوق. يعني هسه هي ما حولتها اللي هو المحرك الرياضي، وهنا طبعا السمارت الاوبشن عشان تكون شوي كويسة على البنزين، لما توقف على اشارة تدفع المحرك، بعدين لما تدعس بنزين تشغل المحرك وتضلك سايق. طبعا في عندك هذا اللي انا عجبتني كثير بها السيارة، تحت هون في عندك مساحة بتحط شنطة صغيرة، وعندك التشارجر طبعا تحت موجودة زي ما انتم شايفين. وهذه الكبسة طبعا اذا تكبسها بتشغل لك الكاميرا عشان تشيك كل مكان، الكاميرا كثير واضحة على الشاشة. هسه حابب افرجيكم كيف الاندرويد اوتو بيشتغل، خليكم معنا. طبعا هيك شكل الشاشة بتصير لما تشبكوا تليفونكم. انا عندي سامسونج لاندرويد اوتو، في عندكم الخرائط هون، عندكم السبوتيفاي اذا حابين تسمعوا للموسيقى، عندكم هون الاتصالات اللي فيها طبعا قائمة الاتصالات تبعتكم. اذا بتنزل لتحت زي ما انتم شايفين عندي الواتساب برضو موجود، وعندي تليجرام، في اوبشنات كثير حلوة. وحاب افرجيكم مثلا كيف الصوت بالسيارة هاي. كثير واضح زي ما انتم شايفين. تاني معكم مروان مستشار في شركة هونداي هالفاكس. اذا حابين تاخذوا هاي السيارة طبعا لجولة تجربوها، اتصلوا علينا على 902-454-1000 او علي شخصيا على 782-641-0646. شكرا.